السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة رفاه الفطراوي ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت، المادة لغة عربية، الصف روضة ثانية. اليوم الاثنين بتاريخ 22 شباط عام 2021. بسم الله نبدأ. كيف حالكم يا أطفالي؟ أنا سررت جداً بأصواتكم الجميلة بقراءة الأحرف وبقراءة الكلمات. اليوم سوف نتعرف على حرف جديد، سوف نتعرف على حرف جديد من خلال كلمات الدرس التي حفظناها، سوف نستخرج منها حرفنا الجديد. هيا لنبدأ معاً. لدينا كلمة و و ولا و و ورد و و دلو و و وزة. الآن يا أطفال انظروا إلى حرفنا الجديد الملون باللون الأحمر، انظروا هل يمسك أحد من الأحرف؟ لا يمسك أحد من الأحرف. انظروا ليس له يد هنا ولا يوجد أحرف قبله، هل هو منفصل أم متصل؟ أحسنتم، منفصل، لا يمسك أحد من الأحرف. و منفصل، و منفصل. انظروا إلى شكله، و منفصل، و منفصل. الآن الكلمة الثانية، و و ورد، و و ورد. انظروا هل يمسك أحد من الأحرف؟ لا، إنه منفصل، و و ورد، شكله منفصل. انظروا ليس لديه يد من هنا. الآن كلمة دلو، دلو. انظروا إلى شكل حرفنا الجديد، له يد صغيرة يمسك الحرف الذي قبله. انظروا كيف يكون شكله، له يد، له يد ليمسك الأحرف التي قبله. و و نسميه متصل، و و متصل، و و متصل. أيضا كلمة الوزة، انظروا إلى حرفنا الجديد، و و هل له يد؟ نعم له يد، إذا ما شكله؟ متصل، ما شكله؟ متصل. لدينا و منفصل، لا ليس له يد، و متصل، يوجد لديه يد. الآن يا أطفال ما هو اسم حرفنا الجديد؟ أحسنتم، حرف الواو صوته و، حرف الواو صوته و، حرف الواو صوته و. هيا رددوا معي مرة أخرى، حرف الواو صوته و، حرف الواو صوته و. الآن سوف نتعرف كيف نكتب حرف الواو يا أطفال على السطر. هيا معا نضع أولا نقطة البداية، نرسم خط أفقي صغير جدا، ومن ثم نرسم دائرة وخط منحني، هذا هو حرف الواو. هيا نعيد مرة ثانية الكتابة، نضع نقطة البداية، نرسم خط أفقي صغير، ومن ثم دائرة وخط منحني، هذا هو حرف الواو منفصل، لا يمسك بأي أحد من الأحرف. الآن كيف نكتب حرف الواو متصل له يد؟ نضع نقطة البداية، نرسم خط أفقي طويل، ومن ثم دائرة صغيرة وخط منحني، هذا هو حرف الواو متصل له يد. إذن يا أطفالي ما هو اسم حرفنا الجديد؟ حرف الواو، أحسنتم، حرف الواو.
ما هو صوت حرفنا الجديد؟ كم شكل لحرفنا الجديد يا أطفال؟ منفصل ومتصل، منفصل ومتصل. كيف نكتب حرف الواو يا أطفال؟ نضع نقطة البداية، خط أفقي صغير، ومن ثم دائرة وخط منحني للأسفل. الآن حرف الواو متصل، نقطة البداية، خط أفقي طويل، ومن ثم دائرة للأعلى وخط منحني للأسفل. هذا هو شكل حرفنا الجديد، حرف الواو صوته إذن ما هو واجبنا في البيت يا أطفال؟ كتابة حرف الواو على الدفتر بالطريقة الصحيحة. هيا لنكتبه. نقطة البداية، خط أفقي صغير، ومن ثم دائرة للأعلى وخط منحني للأسفل. هذا الشكل المنفصل. الآن المتصل، نقطة البداية، خط أفقي طويل، دائرة للأعلى وخط منحني للأسفل. هكذا نكتب حرفنا الجديد. انتبهوا جيدا لطريقة الكتابة. بارك الله فيكم يا أطفالي، أنا أنتظر منكم صور كتابتكم الجميلة وخطوطكم الرائعة. إلى اللقاء في الدرس القادم.